من أهم الكتب عن شهر رمضان: لقد أنعم الله سبحانه وتعالى على الأمة العربية والإسلامية بشهر عظيم عند الله عز وجل، ومن عظمته أنه جعل صومه ركنا من أركان الإسلام. هذا وقد حظى شهر رمضان باهتمام منقطع النظير من قبل العلماء والكتاب والمؤلفين، فألفت في فضل أعماله وحكم صيامه ومنزلته عند الله تعالى الكثير من الكتب والمؤلفات، ومنها ما يأتي: كتاب 40 وسيلة لاستغلال شهر رمضان. ومؤلف هذا الكتاب القيم هو إبراهيم ابن عبد الله الدويش، وهو مجموعة من الأفكار والتوجيهات والاقتراحات في الطريقة المثلى لاستغلال شهر رمضان المبارك، وقد استجاب فيه الكاتب عن الأسئلة التي تتعلق بكيفية استغلال شهر رمضان، وأن لا يمضي كما تمضي الشهور الأخرى. كتاب رمضان شهر الانتصارات، وهو من إعداد عبد الكريم ابن عبد المجيد الدرويش، وقد جمع فيه المؤلف الانتصارات والمعارك والغزوات التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم في شهر رمضان المبارك. وفي هذا رسالة للمسلمين جميعهم أن رمضان ليس شهر التكاسل والخمول والنوم، بل هو شهر فتوحات وانتصارات. كتاب إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان، وهو للشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان، ويتحدث الكتاب عن الفوائد التي سيجنيها الصائم في استغلاله لشهر رمضان المبارك، وذكر فيه الشيخ العديد من الوسائل والطرق في اغتنام لحظات شهر رمضان، وفيه أيضا إجابات عن العديد من التساؤلات في أحكام شهر رمضان المبارك. كتاب مجالس شهر رمضان، وهو للعلامة الشيخ محمد المصالح العثيمين، وقد احتوى هذا الكتاب على فحوى المجالس الرمضانية التي كان يعقدها الشيخ طيلة شهر رمضان المبارك، وكانت هذه المجالس تتحدث عن شهر رمضان وأحكامه وفضله والأعمال التي ينبغي الإكثار منها وعن الوسائل في استغلاله. كتاب يسألونك عن رمضان، وهو للكاتب الشيخ حسام الدين عفانة، وهذا الكتاب لقى رواجا واسعا بين أبناء المجتمع الإسلامي لأنه كان كتابا شاملا لكل ما يتعلق بشهر رمضان المبارك، فيجد فيه القارئ كل ما يحتاج إليه، وهو كتاب ماتع تستلذ العين له ويطرب القلب لقراءته. كتاب ماذا نريد من رمضان، وهو للشيخ مجدي الهلالي، وهذا الكتاب يحتوي على قسمين: قسم يخاطب القلب وآخر يخاطب العقل والجوارح. فأما القسم الذي يخاطب القلب فهو يتحدث عن الأمور الروحانية التي يستلذ القلب لها وتساهم في زيادة الأجور والمداومة على الطاعة، وأما القسم الذي يخاطب العقل والجوارح فهو يتحدث عن الطاعات الحركية التي يقوم بها المسلم. أهمية شهر رمضان المبارك: إن من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله أن جعل للمسلمين في هذه الحياة الدنيا محطات يتزودون فيها بالإيمان والتقوى، ويقومون بتطهير قلوبهم من آثار الذنوب والآثام، فيعيد المسلم تهيئة نفسه وترتيب أوراقه وبرمجة أوقاته لتتناسب مع أوامر الله عز وجل، ولتعيننا على مواجهة مصاعب الحياة، فتشحذ الهمم وتنمي ملكة التفكر في الوصول إلى أعالي القمم. ومن هذه المحطات: ما هو يومي كالصلوات الخمس؟ ومنها: ما هو أسبوعي كيوم الجمعة؟ ومنها: ما هو سنوي كشهر رمضان المبارك؟ ومنها: ما قد يكون مرة واحدة في العمر كالحج أو العمر؟ واللبيب الذي يقتنص مثل هذه الفرص وخصوصا في شهر رمضان المبارك
ففيه نزل القرآن الكريم، وفيه الفتوحات الإسلامية، وفيه الثواب الجزيل الذي جعله الله تعالى له وحده يجزي به كيفما شاء. كتاب من نفحات رمضان لأحمد عبد الغفور عطار. رمضان هو شهر النفحات، وفي هذا الكتاب الرائع يتحدث الكاتب عن نفحات هذا الشهر الفضيل وما يتميز به وعن ثواب الصائمين فيه، وهو كتاب رائع بكل المقاييس، يتناول فضائل الشهر المعظم الربانية والصدق في السير إلى الله. فإذا كانت نفحات الله وبركاته على العباد أكثر ما تكون في مواسم الخيرات والأزمنة الفاضلة، فإن أعظم هذه المواسم هو شهر رمضان. ويتناول الكاتب بالتفصيل ما ينشر الله لعباده ويفيض عليهم من آثار رحمته من الخيرات والعطايا وتنزيل الرحمات، وكلها من فضائل الشهر الكريم. كتاب فضائل شهر رمضان للشيخ صالح ابن عبد الله الغطيني. كتب الكتاب بلغة عربية محكمة البيان للشيخ صالح العصيمي أثابه الله، والكتاب يشتمل على تفريغ لشرح مقالة فضائل شهر رمضان للشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وقد تم الشرح في مجلس واحد في مسجد مصعب ابن عمير بمدينة الرياض، وقد دعا القارئ بمقدمة الكتاب للاطلاع على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى وكانت حول التعريف بالمصنف، والثانية التعريف بالمصنف، والثالثة ذكر السبب الموجب لإقراءه، متطرفا لفضائل الشهر الكريم وكراماته وموضحا أهمية الاجتهاد في العبادة فيه. كتاب فضائل رمضان وأحكامه. يتناول الكاتب عبد الله ناصح حلوان في كتابه فضائل الشهر وأحكامه، كما يقدم بحوثا حول أقسام الصيام وأركانه وشروطه، بالإضافة إلى ثبوت رمضان وشوال. الكتاب يبدأ بتعريف شامل لشهر رمضان وأهم الأحداث فيه، ثم ينتقل لمناقشة معنى الصوم وآدابه وأقسامه. يوضح الكاتب أيضا بالتفصيل أركان الصيام الصحيحة والشروط ومفسدات الصوم. وفي الباب الأخير يتطرق إلى الأعذار التي تبيح إفطار المصوم.